فيني اشرب كاسة مي؟ بالمناسبة هاي أول مرة بتقابل مع وحدة اسمها جولبيري، واللي سماكي هالاسم على فكرة كتير مزوق. شبكي شو ما بتحكي أبدا؟ آسف على الإزعاج. تعرفي شو؟ صح ما عم تحكي معي، بس عندي إحساس إنه رح نصير رفقات، وبصراحة أنا إحساسي ما بيخيب. ابني ليش قاعد لحالك بالغرفة؟ ناطر الجنية لترجع، راحت لحتى تلف لي سندويشة. معناتها شكلك مالل شوي. بهي ايه معك حق، ما فيني العب بجنينة لانه في ضيوف، وتيتا قالت لي انه ما ازعجكم. يلا هانت شريك، الاجتماع رح يخلص عن قريب، وبعدها انا وياك رح نقعد ونتسلى لباقي اليوم. اتفقنا؟ ايه اتفقنا. اهدي بقى، شو صار لك؟ ساعدوني. اهدي، اتركني بعد عني. قلتلك ما فيك تهربي مني. تركني. اصحى. هادي كتير، بس بتحب العنف مو هيك؟ أمير بيك، صار حادث صغير. رح أطلع لبرا. أنا ما عملت أي شيء، أكيد في سوء تفاهم. قلت لي سوء تفاهم؟ شو سوالك قليل الشرف؟ شو سوالك؟ أمير بيك، أنا ما سويت إلا شيء، يا ريت تهدى شوي، أنا ما غلطت. انقلع من بيتي، يلا. بس أنا ما عملت شيء. عم قلك انقلع من بيتي، انقلع، وإذا بشوف وشك مرة تانية، صدقني ما حدا رح يقدر ينفدك مني، عم تفهم؟ يلا انقلع.